طقم تاني بأكبر حلة مقاس 36، يعني حاجة جامبو ما شاء الله، حاجة محترمة جدا وكبيرة جدا زي ما حضراتكم شايفين. الحلة محترمة أوي، كبيرة أوي، وتاخد ديكروم كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير، أحسن ناس في الدنيا. النهاردة عندنا فيديو جديد، بقالنا كتير أوي ما طلعناش معاكم بفيديوهات مباشرة، فالنهاردة إن شاء الله عندنا فيديو عن عروض الحلل زي ما الناس طلبت. عندنا عروض حلل للجرانيت وللتيفال، وكمان عندنا عروض للستانلس، كله بالأسعار إن شاء الله زي ما حضراتكم طلبتم. هنفرجكم واحدة واحدة على كل الطقم اللي موجودة بعروضها بأسعارها، وان شاء الله اكيد هتعجبكم. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس، ان شاء الله هنبقى عندكم على طول بكل جديد ان شاء الله. ويلا بينا نبدا. ورجعنا لكم تاني بسرعه بعد انترو 10 ثواني ما تاخرناش عليكم. واول عرض معانا النهارده هو عرض الحلل الجرانيت التركي، اليد منه فيه، اليد منه فيه مطلوب جدا، الناس كلها بتطلبه والعرايس بالذات كمان بيطلبوه في جهازهم. عندنا اكتر من لون لطقم في منتهى الجمال، تعالوا كده نتفرج مع بعض. عندنا الطقم دوت، ده طقم حلل جرانيت يد منه فيه اتنين لون، ده لون من جوه ولون من بره، اللون البني من بره واللون البيج من جوه. الطقم ده نازل اربع حلل وجريل، هو المفروض ان هو 20 قطعه لانه بينزل معاه التوزيع الحراري دوت، ده توزيع ست قطع ومعاهم الستاند بتاعهم، وطبعا الجريل زي برضو ما احنا شايفين لون من جوه ولون من بره، التوزيع الحراري بتاعه برضو موجود. الطقم في منتهى الجمال وحله تقيله، والميزه بقى في الطقم ده ان هم منزلين، دايما بينزلوا مع اي طقم قطعتين ماسك سيليكون للحلل، يعني الطقم ده بالذات منزلين معاه أربع طقومات ماسك سيليكون للأربع حلل، يعني كل حلة ليها طقم ماسك سيليكون اتنين قطعة لوحدها، يعني حضرتك ممكن تحطي الطقم الاتنين قطعة في كل حلة لوحدها. الطقم ده نازل إن شاء الله موجود مع عندنا وعند مجدي، موجود منه أربع ألوان. الأربع ألوان اللي موجودين هو البني اللي حضراتكم شفتوه، وموجود منه النبيتي برضو، النبيتي ومن جوه بيج، وموجود كمان طبعا زي ما قلنا اربع حلل وجريل من مقاس 18 لمقاس 28، والجريل لمقاس 28، والتوزيع بتاعه والمسكات زي ما احنا اتفقنا المسكات السيليكون موجوده معاه. وكمان عندنا طقم تاني برضو عليه عرض ممتاز جدا، هو طقم المارتيف اربع حلل وجريل، الحله المضلعه دي الحله رقم 28 مقاس 28 بغطا ستانلس ستيل، اليد بقلايه مضلعه برضو، حله من بره مضلعه، ده 4 مللي سمك الحله، التوزيع برضو حراري بتاعها ميدين تركي طبعا، كل الشغل اللي موجود عندنا كله شغل تركي. الطقم ده موجود منه من مقاس 18 لمقاس 28، وموجود منه اربع الوان برضو، موجود منه درجتين من الموف، الدرجه اللي حضراتكم شايفينها ديت بيبقى موجوده مع اربع حلل وجريل، والجريل بتاعها مقاس 28 برضو 4 مللي، وفي درجه ثانيه من الموف هي الدرجه اللي حضراتكم شايفينها دي، دول درجتين موف، وموجود منه درجه اللون النبيتي زي ده مثلا، ده لون نبيتي بتاعه، وموجود منه اللون البينك زي اللون اللي جنبه ده. ده الطقم دوت نزلنا سعره من 1200 جنيه نازل ب 1050 جنيه فقط، طقم حلل تركي تسع قطع اربع حلل بالغطيان والجريل، اليد بقلايه 1050 جنيه عند مجدي ان شاء الله، وموجود زي ما قلنا منه اربع الوان. يبقى احنا عندنا كده عرضين، عرض ال 1275 لليد منه فيه برضه التركي، وعرض المارتيف الاربع حلل والجريل ب 1050 جنيه. كده دول عرضين معانا من الحلل الجرانيت. عندنا تاني بقى الالتفال، عندنا عرض على طقم الحلل الالتفال التيتانيوم 21 قطعه، يعني ما شاء الله حاجه كده فيها كل حاجه، حتى فيها القارب الصينيه، في ده طبعا ماركه ايفيتا، وماركه ايفيتا معروفه جدا، ده 4 مللي ونص السمك بتاع الحلل، موجود منه اربع حلل من 18 ل 28 زي ما احنا عارفين، وموجود معاه صينيه 26 سمك 4 مللي ونص. طبعا المرتيف هنا في توزيع حراري ومرتيف بارز وميدن تركي بارز، طبعا شغلنا كله مضمون. ده التيتانيوم، التفال التيتانيوم، موجود الصينيه مقاس 26
وموجود في الطقم الجريل مقاس 28، موجود مريالة برضو جوه الجريل، وموجود التوزيع، موجود كمان بعد كل ده موجود اللبانة كمان. دي اللبانة 2 لتر كبيرة ما شاء الله برضو. ده ايفيتا طبعا معروفة جدا، ناس كتيرة مجرباها وناس كتيرة بتشكر فيها جدا. الطقم ده نازل بثلاث ألوان، نازل الموف، اللون الموف بتاعه اهو موف تحفة يعني، اللون الموف المط ده ممتاز جدا يعني، جديد كمان يعني. وفي موجود النبيتي زي ما حضراتكم شايفين، وموجود اللون يعني اللي هو موف برضو من درجات الموف يعني، بس هو درجة برضو مط برضو ممتازة برضو، شكلها حلو جدا يعني. طبعا اليد عازل للحرارة، والغطا ستانلس ستيل تقيل 5 مللي السمك زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله يعني، الحلة بتاعته في منتهى الجمال. ده التفال التيتانيوم اللي ايه الناس بتسمع عنه، او طبعا نفس المكونات في كله، لبانه وجريل وصينيه فرن وقارب للفرن واربع حلل بالغطيان وتوزيع والمرياله كمان. ده كله نازل ان شاء الله بدل 2250 ب 1750 جنيه بس. عندنا كمان عروض على الحلل الستانلس ستيل، الاطقم، اطقم الحلل الستانلس. الطقم طبعا بيبقى 5 حلل، ما معهوش اي حاجه تانيه، بس تقسيمات بتبقى مختلفه يعني، ال5 حلل 4 حلل بيبقوا زي بعض، والحله الكبيره بتبقى مختلفه. عندنا عرض على طقم البونيره اليد الذهبي، بونيره طبعا حله تقيله ما شاء الله، والبونيره معروف برده، اليد ذهبي والمقبض من فوق ذهبي، حله 18 على 10 طبعا ستانلس ستيل تقيل. الطقم ان شاء الله نازل ب 1399، 1400 جنيه، 5 حلل من 18 لحد 28، 18 و20 و22 و24 و28، دول ال5 حلل في البونيره نازل ب 1399 جنيه في العرض. عندنا كمان عرض على طقم اللاينز ال5 حلل، اكبر حله مقاس 24، طقم مكون من 5 حلل 18 و20 و22 و24، واكبر حله مقاس 34، حله كبيره ما شاء الله، وتاخد ديك رومي كمان. طقم نازل ب 1600 جنيه طبعا برضو 18 على 10 و304، وكل مواصفات الاستانلس الممتاز جدا هتلاقوها في الطقم ده ان شاء الله. نازل منه كمان طقم تاني باكبر حله مقاس 36، يعني حاجه جامبو ما شاء الله، حاجه محترمه جدا وكبيره جدا زي ما حضراتكم شايفين، الحله محترمه قوي كبيره قوي، وتاخد ديك رومي كمان. الطقم ده نازل ب 1700 جنيه، وطقم الحله ال 34 نازل ب 1600 جنيه. وطبعا نفس المكونات بتاعت الحلل اللي هنا، المقاسات هي نفس المكونات اللي هنا برضه، نفس اللي هم الاربعه يعني الصغيرين. ان شاء الله هنعمل لكم في الفيديو اللي جاي باذن الله يعني على عروض الصيني والبرسلين واطقم العشاء واطقم الشاي والجاتوه، كل الاطقم دي ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده يا جماعه عشان الفيديو يطلع شويه، الناس كلها تشوفه ان شاء الله، والناس كلها تستفيد بالعروض. الفيديو اللي جاي زي ما قلنا فيديو البورسلين، واللي اول مره يشوفنا يا ريت ما ينساش يعمل اشتراك في القناه ويفعل الجرس، وان شاء الله هنبقى عندكم على طول بكل جديد وبالاسعار، وده اللي هيميزنا ان احنا هنقول لكم الاسعار كلها اول باول ان شاء الله. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.